نعم، قبل قليل غادرت آخر الشاحنات المصرية المتجهة من معبر رفح باتجاه منطقة شمال قطاع غزة ومدينة غزة. هذه القافلة التي مكونة من عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية توجهت من معبر رفح باتجاه عبر طريق صلاح الدين باتجاه المنطقة الشمالية من قطاع غزة. هذه الشاحنات التي مرت قبل قليل وكتب عليها الهلال الأحمر المصري، أيضا وزارة التضامن الاجتماعي المصري وصندوق تحيا مصر، على ما يبدو أن هذه الشاحنات في غالبيتها هي شاحنات مصرية، وأيضا في غالبية المساعدات التي تحملها هي أيضا مساعدات مصرية، بالإضافة إلى بعض الشاحنات المحملة بالمساعدات الإماراتية عبارة عن مواد غذائية ومعلبات وأغطية ومواد طبية قد أحكم الإغلاق عليها في ثلاجات كبيرة لتبقى في صلاحيتها الجيدة لتصل إلى المراكز الصحية وللمرضى والمصابين في شمال قطاع غزة. هذه القافلة التي امتدت على طول طريق صلاح الدين من معبر رفح وبدأت في المسير إلى المناطق الشمالية يرافقها الهلال الأحمر الفلسطيني ستصل خلال الساعات المقبلة إلى تقريبا بعد ساعة من الآن ستصل هذه الشاحنات إلى منطقة مدينة غزة وشمال قطاع غزة في ظل انتظار عشرات آلاف المواطنين لوصول هذه القافلة التي تعد القافلة الأولى من المساعدات التي تخرج من معبر رفح مباشرة إلى شمال قطاع غزة دون نقلها إلى شاحنات فلسطينية. وبالتالي نحن أمام تغير في آلية عمل معبر رفح خلال هذه التهدئة، وفي محاولة من الجهات المصرية والسلطات المصرية مسابقة الوقت والإسراع في وصول هذه المساعدات إلى شمال قطاع غزة في أسرع وقت ممكن واستغلال الوقت بالطريقة الأمثل لوصول أكبر كمية من المساعدات إلى شمال قطاع غزة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى محاولة مصرية أيضا لتدارك الموقف لما حصل بالأمس من أن كانت التهدئة على شفا الانهيار نتيجة تأخر وصول المساعدات إلى شمال قطاع غزة، هذا من جهة، وما قبله موقف من حركة حماس بتأخير وصول المحتجزين إلى هذه المنطقة معبر رفح وتسليمهم الجانب المصري. في هذا اليوم مصر تداركت هذا الموقف وحاولت إصلاح ما جرى بالأمس من خلال إيصال المساعدات بنفسها إلى مدينة غزة برغم المخاطرة الكبيرة على الطواقم المصرية والشاحنات المصرية التي ستسير على طريق صلاح الدين الذي يوجد عليه قوات احتلال في منطقة نتسريم جنوب مدينة غزة، وبالتالي هناك مخاطرة مصرية كبيرة في هذه الطواقم للوصول إلى مدينة غزة وشمال قطاع غزة، وهذا ينم على إصرار مصري لإيصال هذه المساعدات من جهة طبعاً. ومن جهة أخرى طبعاً. استمرار الهدوء في قطاع غزة ووقف رقد الدماء الفلسطينيين. يعني أخذت مصر على عاتقها هذا الأمر يا محمود. طيب الأماكن المستهدفة، يعني أين ستصل هذه الشاحنات المصرية في داخل غزة؟ أنت ذكرت لي يا محمود أنه ربما تصل إلى مدينة غزة، هل من أماكن أخرى؟ وهل شمال مدينة غزة جنوبها كل مناطق المدينة ربما؟ يعني دقق لي أين ستصل هذه الشاحنات من المساعدات؟ المساعدات التي خرجت في هذه القافلة المصرية ستصل إلى كل مكان يتواجد فيه فلسطيني في مدينة غزة وشمال قطاع غزة. نتحدث عن المناطق الشرقية من مدينة غزة التي يتواجد فيها عشرات آلاف المواطنين، أيضا منطقة الوسط وسط مدينة غزة أيضا هناك عشرات آلاف المواطنين لم يغادروا هذه المنطقة برغم أوامر الإخلاء التي أمر بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار أيام العملية البرية. وكذلك في المناطق الشمالية من قطاع غزة نتحدث عن منطقة جباليا وما تبقى من مناطق بيت حنون وبيت لاهية والمناطق الفاصلة ما بين مدينة غزة وشمال قطاع غزة، أيضا هناك عشرات آلاف المواطنين والنازحين في مدارس إيواء تابعة للأمم المتحدة برغم أن الأونروا تركت هؤلاء النازحين في منطقة شمال قطاع غزة دون رعاية ودون اهتمام، لكن في هذه المرة المساعدات ستصل إليهم بأيدي مصرية وبشاحنات مصرية وبمساعدات مصرية أيضا في هذا التوقيت الحرج من الأزمة الإنسانية الممتدة في قطاع غزة. طيب محمود، بالإشارة إلى كلمات السيد وائل أبو محسن، هو حدد يعني نقطة غزة الطهي وذكر أنها في غاية الأهمية والخطورة كذلك في هذه الأوقات من الحرب أو الهدنة المؤقتة لمدة 4 أيام. عرج معي عليها محمود، إلى أي درجة هي مهمة صراحة وإلى أي الأماكن ربما تصل أولا، يعني لأنه بها طابع أو جزء إنساني متعلق بالأكل والشرب محمود للغزاوي. تفضل. نعم، نصف المعاناة الفلسطينية تتعلق على جانب الدمار والقصف الإسرائيلي، هناك نصف آخر هو يتعلق بالحياة اليومية. نتكلم عن عدم وجود تيار كهربائي، عدم وجود سولار لتشغيل محطات تحلية المياه ولا المخابز، نتكلم عن عدم توفر غاز الطهي في المنازل ولا في هذه المخابز لصناعة الخبز للمواطنين. نتحدث عن تفاصيل المواد الغذائية في المحال التجارية، تملك المال لكن لا يوجد مواد غذائية يمكنك شراءها، تتجول في أسواق غزة في محل غزة في مناطق جنوب
قطاع غزة التي تحدث الاحتلال أنها مناطق آمنة، هي لا هي آمنة ولا يتوفر فيها سبل الحياة ولا المواد الأساسية، وبالتالي ومن ضمن هذه المواد أيضا غاز الطهي. نحن هنا في قطاع غزة وفي جنوب قطاع غزة كل المواطنين يتجهون لإشعال الحطب كل يوم من أجل إعداد الخبز وإعداد الطعام وتسخين المياه، حتى الطفل الصغير الرضيع الذي يحتاج إلى رضعة صغيرة تحتاج إلى مياه دافئة ومياه يتم غليها، لا تجد الأم الفلسطينية أن تغلي هذه المياه، وتضطر كل يوم صباح كل يوم لإشعال النار في ساعة مبكرة من هذا الجو البارد الذي يكون في ساعات الصباح من أجل تغلي قطعة جزءا من الماء لتصنع لابنها رضعة صغيرة من الحليب، وبالتالي نتحدث عن معاناة في كل التفاصيل حياة المواطنين. وهذا الغاز الجزء الأساسي الذي لا يمكن لأي مواطن ولا لأي في أي نقطة في العالم أن يستغني عنه. نتكلم عن 50 يوم بلا غاز، نازل قطاع غزة فرغت أنابيبها من الغاز ولم لم يعد هناك لدى أي منزل فلسطين. نحن نتحدث أنا من جانب معاناتك كشخص وكمواطن مواطن هنا في قطاع غزة، نتحدث أن لا يوجد في أي منزل فلسطين تبقى أي ذرة من غاز الطهي في المنازل، وبالتالي المعاناة ممتدة ومستمرة. طوابير المواطنين ما زالوا يصطفون منذ الإعلان عن التهدئة، وحتى هذه اللحظة يقفون على أبواب هذه محطات تعبئة الغاز، علهم يجدون بضعة كيلوات من الغاز يتم تعبئتها في الأنابيب، لكن هذه طوابير طويلة وتحتاج لكميات كبيرة وتحتاج أيام طويلة من التهدئة ليتمكن كل سكان قطاع غزة على الأقل في المناطق الجنوبية من الحصول على كميتهم من هذا الغاز الذي يمكن له أن يخفف من الأزمة الإنسانية التي دخلت كل منزل في قطاع غزة. طيب أنا استمعت إلى صوت شاحنة، ربما لا أعلم يا محمود إن كانت هي تدخل القطاع في هذه اللحظات من المساء، لأنه الصورة ظهرت أن المساء حل لديكم يا محمود، لكن أو ربما هي تعود بعد إفراغ الحمولة. لكن حدثني قليلا يا محمود، يا نقطة أخيرة قبل الرحيل، حدثني عن المعبر. أولا يعني هذا الظلام الدامس وكأنه لا كهرباء في تلك المنطقة، حدثني عن المعبر من الجانب الفلسطيني، كيف كان حاله قبل العدوان الإسرائيلي طيلة الأيام الماضية، كذلك هل من حركة غير معتادة لاحظتها في معبر رفح من الجانب الفلسطيني في هذه اللحظات يا محمود أو لا؟ نعم، الآن في الجانب الفلسطيني آلية العمل الآن تتعمل في اتجاهين. الاتجاه الأول إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، هذا من ناحية. الناحية الأخرى هي سفر الجرحى والمرضى، المعبر مخصص الآن لاستقبال المساعدات وسفر الجرحى والمرضى فقط. حملة الجوازات الأجنبية المصرية لا يسمح لهم بالمغادرة منذ بدء التهدئة في قطاع غزة، وبالتالي هناك اهتمام مصري في أن يكون المعبر مخصص أكبر قدر ممكن لسفر مرضى السرطان الذين قصف الاحتلال الإسرائيلي. المستشفى الذي كان يعالجهم المستشفى الوحيد مستشفى صداقة التركي الذي تم قصفه في منطقة جنوب مدينة غزة، فمصر عملت على مغادرة هؤلاء المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في هذا المستشفى إلى المستشفيات المصرية وإلى خارج مصر أيضا. وبالتالي كمان أيضا هناك سفر الجرحى، جرحى المحتاجين للعلاج خارج قطاع غزة يغادرون عبر المعبر. في محيط المعبر هنا في قبل أيام التهدئة كنا نعمل في هذه المنطقة، لكن لا يتواجد مواطنين، لا يستطيع المواطن البقاء في هذه المنطقة الخطرة. نحن في منطقة شرقية من مدينة رفح وقريبة من الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي، لكن في هذا الوقت وفي بالتزامن مع دخول المساعدات بما فيها المساعدات المصرية أيضا في ظل تسليم المحتجزين بشكل يومي عبر هذه بوابة المعبر، يتجمع عدد من المواطنين لمشاهدة هؤلاء المحتجزين الإسرائيليين، لا سيما في ظل عدم وجود أسرى فلسطينيين من قطاع غزة يقدمون عبر هذا المعبر، وإنما كل الأسرى الذين يتم إفراج عنهم من سوى الأطفال هم من الضفة الغربية. نقطة أخيرة، نحن بعد قليل على موعد مع استقبال دفعة جديدة من المستشفى الإماراتي الميداني الذي سيصل إلى هنا حيث معبر رفح، وسيدخل لمدينة رفح لاستكمال العمل في هذا المستشفى ليكون جاهزا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين في غضون الساعات المقبلة.